مشكلتي بغيابك برد خلاني بالصيف اختض، العظام ما بيه انكسر والقلب كسرين ورض. كون ارجع لنارك حطب تعبان، وانا ادري التعب ممكن يروح وينفض، بس اني ناقصني الصبر وانت وضحكتك والحظ. خليك بفرح وبجرح خليني، طبع عقول ما متعود على الناس تسقيني. الله. وهذاك انت مثل عارف عرب للداي تندل وين تشويني. الله. وتعرف دموعي يمتى تطيح جي حطيتك بعيني. الله. طين قبور حتى بموت تاذيني. طين قبور حتى بموت تاذيني. منك بيك بس ما بيك تحييني. الله. عليت عليك لكن مو كبر معناي، نيت الغيم من يعلى على قاع فياي. الله. تعبت من واد مو قلبي، وهذا انا من اريد امشي مثل حال الجنازه وداع ما حد يوقف بدربي. ما حد يوقف بدربي. ولا ناس ترد بيه اللي يمشي وياي بس ذنبي. وشن عذرك درت وجهك قبل لا تطلع النجمات، وانا وقلبه هم ننساك مو شقبور خاطر نحتفظ بالمات. الله يسلمك حبيبي. الله. شلونك عمار؟ شلونك حبيبي؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله تمام. احنا بكل حلقه اني اقدم الضيف، اسوي مقدمه للضيف. تمام. بس فكرت بي ويا عمار سالم تكون البدايه مختلفه. الله يخليك. طبعا مليون هلا ومرحبا بكل اعزائنا المشاهدين، وهي حلقه جديده من القصيده. اذا ردت اقول لك اعطيك هاي الفرصه بانه انت اللي راح تعرف عن نفسك، انت اللي راح توصف لنفسك، ايش راح تقول للناس؟ شو راح تعرف نفسك للناس؟ يعني عمار سالم من محافظه المثنى من السماوه. نعم. مواليد 1992. زين. الحمد لله اعزب، بعدنا ما لحقنا. يعني مهند اكثر معرفه لازم يعرفها الناس او تعرف نفسك بها انه انت ما خنيت، ما كذبت، ما بعيت، هذا اهم صفات بالانسان. بالضبط. فاذا انت ذني ما مسويهن الحمد لله، فهاي افضل معرفه. هذا اللي عرفت به بالضبط نفسك للناس. زين، اذا تبخنت وما كذبت وما انغدرت، لا او ما خنت وما كذبت وما غدرت، اي لا ما من انغدرت او من توادعت او من راء الناس اللي تغادرك، شلون يكون احساسك تجاههم بعد المغادره؟ الناس تغادرني من وجود، اما فبالبال تبقى. فاكو مقطوع هيك كتبتها، هاي القصائد اللي نكتبها وما تطلع او تخليها تحسها لك هاي القصيده او المقطوعه، فموقف هيك استذكار فكتبت بها المقطوعه هيك تقول: توادعنا وبكينا وغربة ردينا، الله، ومثل موادع العميان ما حد شاف يا أكثر بكت عينه. الله. الله. توادعنا وبكينا وغربة ردينا، مثل موادع العميان ما حد شاف يا أكثر بكت عينه، وحبسنا دموعنا وبينا مكسورين، بيض قلوبنا يبين الجرح بينا. الله. ولهسة على الصور والذكريات نعيش طيبين، اش ينسينا؟ بقد ما كنا متصافين نزعل علي وصينا. الله. على فطرتنا ونحس حتى الشمس كانت تماشينا، وحتى من العصافير نحبها نغار على غصان الشجر ما عفنا سامينا. الله الله. وضيعنا النشد والدرب خذنا بعيد غربا نصدق بكل من يدلينا. الله الله يسلمك. الله. فهاي الابيات توصف لك حالها، يعني هو موقف استذكار، فاحب هيك ابيات وما قاريها طبعا ومن زمان كاتبها. شرف غربه نصدق بكل من يدلينا. اي فالناس اللي تغادرك دائما تبقى بذاكرتك. تبقى بذاكرتك، هي هاي المشكلة. زين، ماذا لو عاد معتذرا؟ وش يفيد؟ انا ادري الاعتذار ما يفيد. مرات عد بيتي يقول: جرحين صار الجرح من فات وقت العذر. يعني الاعتذار دائما يكون متأخر. فما يفيد، يعني ممكن انت ترجع تصالح هذا الشخص وما تكره اصلا، بس انت ما تقبله مستحيل. يعني انا واحد من الناس اذا صار عندي موقف ويا شخص، يعني حتى لو صديق مو علاقه حب او شيء،
زين مو بضرورة علاقة حب. اي حتى قلت لك حتى لو صديق، اي شخص انت تثق به اذا بدر من عنده موقف او قلت هاي ثقتك به، يعني انت ما تكرهه بس مستحيل ترجع تثق به، ومستحيل يرجع الشعور اللي بداخلك تجاه هذا الشخص، فما يفيد الاعتذار بعد. كاتب شيء مباشرة على موقف مسيرتك؟ والله أنا كل قصائدي يعني مواقف، وكل قصائدي إنه ما أتقصد أكتب القصيدة، هي تنكتب واحدة. يعني مرات أجي أريد أكمل قصيدة أنا كاتب مثلا من 11 بيات، زين أبقى أسبوع أنا ما أكمل بيت ما حاط بيها. أوف. والله العظيم لأن انكتبت بوقتها هي بإحساسها، يعني أرجع لازم لإحساسها ووضعيتها، يلا أقدر أكملها، فمن أجبر نفسي على الكتابة أو أنا أريد أكتب ما أكتب. زين إحنا بغض النظر عن القصائد اللي أنت محضرهن. تمام. موقف استفزك وكتبت عليه صار وياك، احكي لنا تفاصيل الموقف مو تفاصيل القصيدة. تفاصيل الموقف صفنتك مال المواقف وهاي مار بيها. والله اكو موقف يعني كنت اكتب بقصيدة، والله العظيم كنت اكتب قصيدة وجاي يعني بفترة كتابة قصيدة انا. زين. وجاي اتصفع بالفيس شفت صورة مال ولد مستشهد. والله وصاحبه ناشريها وياه. ناشرين الصورة قبل وبعد، يعني قبل وفاته. قبل وفاته. وقبل وبعد وفاته. الولد متغير تغيير، يعني تشوف الصورة تقول هذا مو هو. صورة صديق الميت. صورة صديق الميت. فهنا استفزني الموقف كلش، والله يعني كتبت قصيدة بلحظتها بهاي اللحظة وعفت القصيدة اللي أنا أكتب بيها. اللي نبلش بيها. أي والله العظيم. عمارته ما عندك أصدقاء بالوسط علاقات قوية؟ لا عندي بس قليلين، يعني ما عندي ذاك الاختلاط وكلهم علاقتي بيهم طيبة بس أنا ما عندي تواصل وياهم. ليش؟ ما أنا داني بعيد عن الاختلاط وما أحب الاختلاط أصلاً. حسك ملتهي بشيء بشنو ما أعرف؟ بالي يمكن. والله يعني أنا حتى هناك بالبيت أو شيء يعني أطلع باليوم يمكن ساعتين. تخيل أنا هسه شاب بهذا عمري أرجع للبيت بالسبعة بالليل، السبعة المغرب، والله ما أبقى. أنت محسود جزء ممكن لأنه من الناس اللي عمرهم يبين على ملامحهم. هي. بس جزء راح أقول 32 سنة ممكن الناس تنصدم. أي 32 سنة مرة. شطتك هذه 32 هي رجعت بسرعة أول شيء. طبعا انت ايش ما تعيش لو يصير عمرك 50 سنه اليوم مو 30 سنه، فمن ترجع بذاكرتك انت سويت بهذن ال 50 سنه ما راح تعرف شيء. اثمن شيء طتك هاي ال 32 سنه بالحياه؟ اكو مقوله الجلال الدين الرومي قالوا له سيلو سؤال منذ زمن نراك تقرا وتكتب فماذا عرفت؟ زين. قال عرفت حدودي. الله. أفضل شيء هو الإنسان يعرفها خلال التجارب وخلال السنين وخلال الأيام اللي تمر، يعرف حدوده، هاي أفضل معرفة. شغلت من عندك وقت بس ما ممكن من الجانب الآخر، هو إحنا عبارة عن وقت. لا وقت والله شوف مهند يعني إذا يعني تقول لي أخذت من جانب آخر، هو الإنسان كله عبارة عن وقت. بالضبط. فإذا تقول لي أخذت تجارب أو أخذت ناس عرفتهم بحياتك أو شيء، فدائما الصح راح يبقى والغلط. اللي يحكي بهاي بهاي مو فوضوية وإنما شلون أسميها؟ اللامبالاة بالفقدان، هذا خسران شيء كبير بحيث ماكو شيء، ماكو خسارات بعدها تأثر. تصدق ما تأثر يعني، وبعد حتى يعني وقت ماكو تعتيب ومالك خلق تعتيب يعني. حسب اذا صديق وياي 24 ساعة مثلا واقرب الناس الي اي واحد ويغيب سنة وما يسأل عني ما راح اعتب عليه، بس بنفس الوقت من يرجع يلقاني نفسي. احنا راح نكمل هذا الموضوع او هاي الدائرة اللي بدنا نتحاور بيها، بس اريد ارجع لمنطقة الشعر. بالفترة الاخيرة قبل كنا نسجل القصائد تنطلق يا اما من المنتدى يا اما من الاستوديو. صح. يا اما من الفيديو كليب. فبالتالي تيو لو اوديو لو فيديو كليب لو تم سجلها بمنتدى وتنتشر. حتى القصائد كان تطلع من المهرجانات، اليوم بعد ما اطلع قصيد المهرجان. بالفتره الاخيره اجاكوا ابديه جديد وجزئيه مهمه، جزئيه المصممين اللي دي يشتغلون للشعر الشعبي العراقي. صح. اللي دي يصممون طبعا اصحاب فضل. انا من وجهه نظري من جانبي اشكرهم شكر جزيل، كانوا داعمين حتى لمهند العزاوي بكل برامجه وخاصه بالبرنامج الاخير، فبالتالي جهودكم مثمنة، شكرا جزيلا لكم. رباط سالفتي، احنا خلينا نقول من جانب الاحتراف نقول هاي القصيدة راح تنجح اذا قرأتها مثلا بمنتدى،
وهاي القصيدة تطمها تقول له هاي سجلها مثلا أوديو، هاي أبلقاء. أريد منك قصيدة تشوفها راح تطلع حلوة بالتصميم. أي قصيدة بس خلي أقرأ جديدة أنا. تشرف. الله يسلمك. قصيدة تقول له تدري بينه شلون هواك من نموى دعك نبكي على ملقاك. لو تدري بينا شلون هواك من نموى دعك نبكي على ملقاك. والواهس خيال ومشى وياك، ولو ما نحبك كان سيناك. كلية لو انت بعيد عنا سكين بالروح المحنة. يا الشوفة عيونك دونا بس بصورك يوج عنا. الله. بقد ما كنت تخفى على دينا مثل الوشم ظليت بينا. إيش صار وثقل وجهك علينا، لو ما نحبك ما بكينا. لو ما نحبك ما بكينا. كلية لنبكي لك بك صغار، وما كنا من تذكرك كبار. وقلوبنا البيهن عفت نار، صار تراب وكان نهجار. ولا ظل دمع لا ظلت عيون، ولا تنسي ولا من ليجون. والدنيا عقبك لي المسجون، وياك اش ثقلها بدونك شلون. الله. وياك اش ثقلها بدونك شلون. كبرت خطوتك والنفس ضاق، وما نقدر على الفرق عشاق. ولا نصبر ولا نحمل فراق، عقال بس بخبال نشتاق. ونتذكرك وننام قوة، وما قلنا عنك يوم فدوة. ولا نكره ومن نهوة نهوة، وكل من ضحكنا وياه يسوى. وعقبك ذبنا وعافنا الطير، ورود جنة وهسه صبير. الله. يا تعبدين الراح للغير، ولو ما فراقك جاحنا بخير وسلامتك. الله. لو ما فراقك جاحنا بخير. الله يخليك. هذا نعي؟ اي نعي. راحت القصيدة للنعي لو انت اختارت الوزن؟ لا انا ما اختار وزن بالكتابة، يعني هو قلت لك يعني شلون ما تطلع القصيدة وبأي قافية وبأي وزن اكمل عليها. بيها شخص مقصود هاي القصيدة؟ كل قصائد قلت لك بيها اشخاص مقصودة. يعني ما نعرف من ايش مقصود؟ لا ما نقدر. نعتنا وين شغلات ما نقدر عليها اليوم؟ لا يعني كل انسان يحتفظ بذاكرته، ما اشوف اللي يعني الخصوص هاي خصوصية. يعني احنا هواي اشياء نسوي، يعني مثلا اليوم تروح المكان مناسب او مطعم او شيء، انت تنشر قبل لا تدخل هذا المكان. الدنيا وخاصة احنا الشعراء مفضوحين والله، يعني الناس تعرف انه انت رايح لهذا المكان قبل ما توصل له انت اصلا. مشكلة هاي. اخر قصة، اقوى قصة حب قبل صار لها قد من انتهت؟ يعني سنوات. حدد لي كم سنة؟ يعني سنتين او ثلاثة. شنو من ترسبات ابو قبيك؟ وش غيرت بيك؟ غيرتني لان انا كنت غلطان بحق هالشخص. اوف والله صدمني جوابك. لا طبيعي يعني الغلطان يعترف، انا كنت غلطت بحق هذا الشخص. يعني ما حاولت تترجع بما انه انت اللي غلطان بحقه؟ لا اختفى. كأنك متندم. ايش طبعا متندم، انا جاي اقول لك غلطان. زين ورا مشافك واكو قصائد توصل ترى بين اكو اثنين، اكو لغه بين كل اثنين العالم ما تتهمه. صح. ما بين كل حبيب وحبيبته وكل اثنين اصدقاء ما نريد نخصص. مجرد ما اني اطلع اقصد اقرا قصيده بها قصد معين فالمقصود يعرف. بالضبط. فورا هاي اللقاءات والانتشار والقصائد اللي قرأتها هاي اخر ثلاث سنوات. ممكن لانه هو شخص حقيقي فما راح يرجع. اللي هنا انا غلطت بحق، وانا بالضبط هسه من غلط بحق شخص ثاني بنفس الوقت ما راح ارجع حتى من يعتذر. يعني الرسائل اللي وصلتنا لها او كنت ناوي توصل لنا لها بقصادك برايك وصلن بس
اي قلت لك ممتنع لو ما وصلنا اصلا. قلت لك يجوز وصلا وهو ممتنع يعني، هو لين كان حقيقي يجوز. تحس وصلا؟ ما اعرف. احساسك؟ والله ما اعرف. ماكو شاعر بالدنيا ما يدري وصل وصلت قصائده لو لا. وانت تدري واصله لو لا. ممكن واصله بس يعني. لو ماخذك المكابر ليش سمعتني وما جتني؟ لا 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 مو هيك والله. بس قلت لك انا قلت لك يعني جوز هو لان شخص حقيقي فمن غلطت ويا انا غلطت بحقه بعد ما يرجع. قلت لك انا لو بمكانه ما ارجع يعني معذور. انا كنت وانت قلت انا لو بمكانه ما ارجع بالضبط. انا ايش اقول؟ هذا جزء شيء من الكبرياء لانه انت بطريقه كتابتك اكو جانب بمحلنا. يعني كليتنا كشعراء منك كل قصيده حقيقيه تكون عاطفيه نطلع نفسنا بس لا احنا شعراء منك دائما نطلع نفسنا الطرف المظلوم صح تمام وبحيث العالم هم ماخذ علينا نظره بانه احنا الملاك الطاهر اوكي اصلا راح يحسبون رواتب على الموضوع هذا انت عندك بس انت عندك جانب في محنة كبيرة بقصادك يعني الله معروف وبي بنفس الوقت أحسك متبني الجانب الطيب يعني متبني هذا الموضوع بأنه أنت بشخصيتك بالحقيقة أصلاً أكو هذا الجانب الطيب بما أنه حكينا على الشعر فنرجع لمنطقة الشعر تمام قصيدة تقول غيرك يا بعيد منين أجيب اللي يعرف شبيه ونار شموع يحسبني خاف من الهوى علي غبت عنه وبعد نانا ورد مشت الوريد اللي يعتني بيه غبت والمالني يعود اتفقد اكثر من البيئة ملجي الله وتنسى اسمه ويظل ببالك الحافظ معاني يا شاتن البعد خضر شتالك شوق رد لي أنا قبلك قطن ما تشلبت بليين وخذ مني أنا قبلك قطن ما تشلبت بليين وخذ مني وانت شما أريد انساك قلب عليك ياخذني وعدت الماين على معاندي عتني وتغير نوم ومتاني ولا مرة غبت عني أحسك يا بعيد وياي ما دامك تمر بالطيف تندلني الله أحسك يا بعيد وياي ما دامك تمر بالطيف تندلني يا لوداعك غيار الشيب غيرني الله وحزن خيال شمعت لي الكبرني منظم روحك كنت ما اريد اغيب عليك بس ردتك تدورني صلب بالملقى لكن بالموادع لا بنادم مو حجاره الفرقه تكسرني لا تبعد علي هواي ردلك مجروح وغيب بدا يخف الوجع بالروح اخاف انساك من الطيب يل تستاهل دموع وتعب وجهه وتجاعيده شتالي الخذك مني واللي يردك ابو سيده انت اللي علمتني اللي يسوى من تهواه وصيت اعزاز ما تنساش ما يبعد عليك القلبك يريده الله وتظل عكس النجم بالعين كبير الناس اللي بعيده كبير الناس اللي بعيده الله يسلمك حبيبي هنود الله دخولك جاب ببالي سؤال انا كشخص بحياتي حياتي الحجيه والدتي الله يخليها تعرفني من اكذب تمام اوصل مرحله انا دا اكذب عليها بشيء معين وادري بيها هي تدري بي انا دا اكذب عليها تمام لحد ما احكي بعدين اقول لها لا هو مو هيك الموضوع تضحك تقول لي ادري فاجعت فهي الفكره بانه كميه او منو الشخص اللي فاهمك تدخلك جابني لي هذا السؤال منو اللي يقراك صح هالفترة؟ بصورة عامة. هالفترة ماكو. اوف. والله. ايش كانت مشكلة كبيرة هاي؟ اي طبعا لان احنا بسببنا. انت ما مفهوم؟ لا مو انا ما مفهوم لا. بالعكس. بس احنا ممكن مرات ما نبحث عن اللي يفهمنا. تعال شنو تبحث؟ شوف ما ندري. اغلب العلاقات وبصورة عامة هسه جاي تفشل. ليش؟ ليش؟ انا اقول لك ليش؟
احنا نبحث عن الحب. فمن نبحث الانسان اليوم من يبحث عن شيء يلقاه. فاحنا نبحث عن الحب وننسى الاحترام او ننسى التفاهم او ننسى العذر بوقت الغلط انه المقابل لازم يعذرنا وننسى الاهتمام. فمن نلقى الحب وما نلقى الاهتمام وما نلقى الاحترام وما نلقى التفاهم وما نلقى العذر اللي بوقت الغلط، ممكن ذن الصفات اللي ما نلقاها بهذا الشخص حتى لو حبيناه راح يخلنا نكرها. إذن احنا نلقى الحب ونلقاه مو مشكله، نلقاه بس نلقى باشياء ثانيه احنا المفروض ان ندور عليها بالاضافه. بالضبط، احنا لازم نخلي الاشياء الاساسيه مو الحب. اذا لقينا الحب وما لقينا ذن الصفات، ذن الصفات راح يخلي انك تكره هذا الشخص نفسيته. بس لو نبحث عن الاحترام، الشخص اللي يحترمنا يحترم آراءنا طبعا، اللي يحترم ويفتهم ويعذر ويهتم، ذن الاشياء نفسيته راح يولدن الحب. يعني مستحيل اليوم انت تلقى لك شخص يهتم بيك ويفتهمك ويحترم آرائك ووضعيتك ويعذرك من تغلط وما راح تحبه، بس مستحيل تحب شخص دني كل ما هالنبي حتى لو كنت تحبه. فبطلت تبحث عن الحب منفردا؟ انا وقفت البحث كله بصوره عامه عن كل شيء والله، وخلي الاشياء التلقائيه هي تنجح. هذا التخلي مشكله، اي مشكله، يعني مرات تتخوف من عنده انت اصلا، انت ما باقي شغف بداخلك انت. اي بالضبط، يعني تتخوف من عنده والله، بس انت هسه بهاي المرحله يعني يجوز وصلت مرحله شاك بمشاعرك بانه ممكن ممكن تبعت ما عندك تحرك مره ثانيه. صح، هاي المرحله يا مهند من توصل لهاي المرحله لازم يجيك شخص اقوى منك يفرض نفسه عليك. جذب، ايش غصبا ما عليك تحب. اي فشون اللي واقع ببيره وشيء تقره ما يقدر يطلع من عندها، فمن يجي شخص اضعف من عنده ما راح يقدر يسحبه، بالتالي راح يتخلى. اسوء ما بالمراه بالحب، يعني ممكن غيرتها اذا غارت المراه على الرجل، خلينا نقول شكها، خربت العلاقه، شكها احلى. بالضبط، اسوء ما بالرجل بالحب ممكن يبالغ. فضميت حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي، ويومية بعدك ينجرح الله يعين احساسي. الله، خليتني بموقف صعب يا اخي، الناس اللي احبهم والغرب كلهم وجو تشمته وما حد اجاني يواسي، والمشكله يا اخي اللي يجي ويصير زين براسي. الله، عايفني المشتاق لك وتهمني المهنك، وين الله واحلم بالعطر اللي تحطه حتى اشتمك. الله، وين الله اشوفك حتى لو بس رايد ترجع لي شيفة يوم ناسي يمك. قالوا لي يا اخي، قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، قالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي. الله، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي. الله، قد ما شفت بعدك حزن منا لحد يوم الدفن راح ابقى عايش وحدي. الله، لو عندي حظ شا ما رحت، بس انا حظان. الله الله، وين اكتب على الحظ والقسمه على الشعراء؟ يعني دائما ما هي المفردات تتطرق عندنا بالقصائد. الحب قرار لو ممكن يتدخل الحظ والقسمه بهذا القرار. الحب ما بي قسمه مهند، قرار ممكن قبل عاطفه، قبل يعني قبل لا نوصل لهي المرحله ممكن يكون عاطفه تتغلب عليك وتحب لك شخص. بس خلينا نقول الزواج قرار لو ممكن يتدخل به القسمه والحظ، اذا ما كان قرار فاشل. اذا ما كان قرار طبعا، اذا ما تعرف الشخص شنو هو وتعرف صفاته وتعرف وضعه وتعرف طب ابسط الصفات لازم تعرفها بي. واكثر الزواج اللي هسه الناس اللي يزوجوهم اهلهم يلا خلينا نشوف جالك، يلا خلي شو وقت نفرح بيك جاي تشوف نسبه الطلاق. هذا هو اللي يزيد بنسبه نسب الطلاق اللي موجوده بصراحه. قبل كم يوم شفت منشور يعني نسبه الطلاق 4000 بشهر واحد، هاي شنو سبب؟ هو هاي سبب شو وقت نفرح بيك. فإذا ما كان اختيار ومن اختيار الشخص نفسه مو من شال على قلبك هاي مال شو وقت نفرح بيك يا شال على قلبي
ما خالص منها والله. تروح يوم صديقك يقول لك ايش، ترجع البيت يقول لك اوكي لك ايش. هي المشكلة شو وقت نفرح بيك ما عندك شيء جاي بالطريق، شو وقت سلسلة لحد ما يجوز اكو عالم من هذا المعمر يقول شو وقت يموت، يعني مشكلة صح. يعني كأنما انت لازم تمشي بسلسلة معينة من الأحداث. هم يردون يفرحون، هم ما لهم علاقة تستقر معهم، هم المهم يفرحون. لا الزواج طبعا الان لا تنسى الانسان. اني انا احس لو متزوج قبل يعني افضل. بدت دخلت بمرحله صعوبه الاختيار، دخلت بمرحله صعوبه الاختيار، وهو صعب الاختيار اليوم. يعني من تعبر مرحله، المرحله اللي انت عاطفتك كانت تتغلب عليك بيها وتتخلى عن عاطفتك انه بتقرر انت باختياراتك صحيح بدون عاطفه، هنا راح يصير صعب، صعب الاختيار. خلينا نطلع فاصل. تمام. الحوار وياك حلو، القصائد وياك حلو. الله يسلمك حبيبي. أعزائنا المشاهدين فاصل ونرجع لكم أكيد بحلقتنا من القصيدة. رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل ومستمرين بالقصيدة وعمار سالم. فدوى القلب. الكل واحد من عندنا صفة سيئة. تمام. إذا أنا صرت أو تحليت بكمية من الشجاعة الكافية بأنه أقول بيها صفة سيئة، سيئة مو أقول لك طيبة قلبي وهاي السوالف اللي مال لل لا مال الإخوان، لا لا صفة سيئة وقلت صفة علي أنا كشخص سيء، راح تقول صفة سيئة بيك؟ إي أقول ممكن اللا مبالاة. وهي نفسها اللي أنا كنت أقولها. ممكن الأشخاص اللي بحياتك يفسرون هاي اللامبالاة مثل ما يصير وياي في بعض الأحيان على أنه هي قلة اهتمام؟ لا هي مو قلة اهتمام، بس هي ما تصدر عن فراغ. عن ها نعم. رأيك سببها؟ يعني لازم أكو سبب من الطرف الثاني تصدر اللامبالاة. برأيك بأي اثنين يريدون يدخلون بأي علاقة مهمة الأهم بأنه يشرحون سلبياتهم البعض لو إيجابياتهم؟ اكيد هو ماكو شيء يشرح انه تقول للشخص المقابل انا بيه هيك وهيك وهيك، لا بس تحاول تكون صادق وياه حتى يعرف شلون تعامل وياك. علاقاتك كانت مثالي زايد عن اللزوم كانت حقيقي زايد؟ ممكن صادق زياده عن اللزوم. كانت حقيقي زايد عن بالضبط. دا احسك متندم لي كانت حقيقي. اي والله متندم. انا دا اشوف من تعرف بفتره من الفترات قدمت برنامج يخص العلاقات العاطفيه اللي يصير بمجتمعنا. فلحد الان تجيني مسجات ويمكن حتى انت تجيك مسجات انا ايش صاير عندي شو اسوي. اكتشفت بانه من اهم المشاكل اللي دا تصير العالم مصطنع. بالضبط. حتى داخل العلاقه هي مو حقيقيه، مصطنعه مو حقيقيه. اكو مصلحه او اكو هدف يريد يوصل للمقابل، فبالتالي انه الشخص الطرف الثاني إذا رايد يوصل لك فراح يكون وياك بالبداية مثل ما تريده أنت، بس من يوصل لغايته أو الهدف اللي خاله بباله هو هنا راح يتغير. ممكن الوعي بفترة من الفترات يكون حمل ثقيل على الإنسان؟ طبعا الذكاء متعب، متعب والله. يعني أنا أتمنى هسه أنه أنا ما داخل بهذا المجال مال الشعور والوضعية. والله تأثر أكثر من اللازم، يعني ممكن نظرة تأثر بيك أنت وتعبك. يعني شنو واحد يجي بيت براسه هو جاي يريد ينام، يجي بيت يبقى للصبح قاعد قالق بيت وشكو. بدراسة علمية قالوا الشعراء والفنانين من أكثر الناس المعرضين للكآبة. اي طبعا إذا هو دوش أنا شايف منه أدخل بأجواء الكتابة. اشرح لي أجواءك والله بالكتابة. والله العظيم أدخل بأجواء الكتابة، يعني حتى تجي مرات تدخل علي والدتي الغرفه تلقاني اكتب، يعني ما استقر بمكاني تاشيرات وكذا كانما قاعد بلقاء انت تلقائيا هيك. فتدخل عليها الوالده مرات تقول لي انت هسه تخبل والله العظيم، ويعني يظلون يسالوني بالفتره ما اثناء الكتابه بفتره الكتابه يظلون يسالوني ايش بيك شو نفسيتي تتعب، اقول لهم مثلا انه انا جاي اكتب، يقولوا بعد لا تكتب والله العظيم لهالدرجة. فأجواء الكتابة متعبة. بما أنه بعدك تكتب وأنا أقول لك لا اكتب، يعني هاي الأجواء نعرفها إحنا، فنرجع للشعر عمار.
كون على صدر الليل اخليك وبعين اشوف وش بيك ما بيك مغيرك فراقي لو محليك. الله. كون على صدر الليل اخليك وبعين اشوف وش بيك ما بيك مغيرك فراقي لو محليك. يا الغيرك شقد وادي ملقيت ودنوني لكن ما تدنيت ولا قلب رف ولا تمنيت فارغ مكانك يمتى ما جيت وش ما تطول شوقك يزيد وبروح لك حضنة مواعيد وبوسة تواسيل وضحك عيد وغير اللي أشوفك كل شي ما ريت ولو بس ترد وتشوف وني جا ما مشيت بعيد عني فراقك ودمع وشدهة البال كلش هواية علي ذني شلت ايدك وقلبي لجمني والموت عقب ايدك لزمني ومن بطلت تخفى على الاشتاف من يومها ويوجعني متني. الله الله. ولا جايني ولا قادر انسى وتغيرت والشوق نفسه شلون اقتنع وانسى الامس كان بحضني وبعيد علي احسه وبغير الصور جايمت اشوفك بغير الصور جايمت اشوفك واتوسلك والزم جفوفك مشتاق لك ما بي اعوفك ولو تنشرب دم اشتريتك يا دوى جروح الما لقيتك وصورك من دموع للطيح يتغيرن كل ما بجيتك. سلامتك. الله. الله يسلمك. الله. الله يخليك. شلون هذا الدخول مال هي دخول القصيدة؟ كون على صدر الليل اخليك. خليك. وبعين اشوف وش بيك ما بيك مغيرك فراقي لو محليك. جاوبني انت او جاوب روحك برايك مغيره لو محلي. كن مغيره. يمكن الكل شخص اكو بيه ميزه ما تنسي يترك بيك اثر، برايك شنو الصفه اللي بيك ما تنسي؟ اللي تخلي اثر بداخل المقابل بيها؟ ممكن صادق صدقي نقطة قوتك يعني بهذا مستحيل ينسى انسان كان صادق وياه. نقطة ضعفك شنو؟ يعني نقطة ضعفه بيها لو بالمقابل بيك ولو هي ما تنطي وما تنطي في التلفزيون بس هاي بعد ما انا ثعزاوي من يقبل على شغله انا ما اذا تقول لي ما اريد احكي اوكي بس ما تقول لي ماكو صعبه نعبرها اي يعني ما يعني ما تريد يعني ما تريد تحكي بالضبط اليوم تشوف الذوق العام مختلف؟ طبعا كل شيء مختلف اسقاطات خلينا نقول اذواق الجيل الجديد احنا نفس جيل ما بعد 2010 تمام قاعد للامانه احنا دائما بنقول كنا هاي اكو امتداد اجيال اللي مو جيل الالفينات اليوم جيل الالفينات بعض منهم حتى استلم زمام المسؤوليه والامور بداوا يتجاوزون ال 20 عام من العمر فلا انا بدي احكي ما بعد 2010 مهند الذوق العام خطر اليوم تشوفه خطر؟ والله خطر كلش يعني انت تشوف الذوق العام من خلال الاشياء اللي يصدرها 100% ف كل احنا جايين نشوف الاشياء اللي يصدرها هذا الذوق وهذا المجتمع يعني بصورة عامة انا شنو اريد اقول شغله كلش مهمه ما راح احدد دوله على مود لا نقول دوله احسن من دوله وهذا شيء شخصي ومحسوب علي ممكن اني هاي السهوله بانه هذا يصير فنان اي طبيعي بانه يصير شخصيه عامه اي عادي ممكن النقابات بدول اخرى من تنطي منع لشخص معين من ممارسه العمل بمكان معين انتهى بعد انحكم عليه بالاعدام بالضبط فاذا شوف نشوف التلفزيون نجم كبير وكل شيء ولا يقولوا له النقابه انت مثلا انفصلت من ال اصلا من ثاني يوم ينزل منشور عليهم وتاخر الجزء الثاني بنفس اليوم فاحنا ليش ببلدنا هذا الموضوع ضعيف؟ اتمنى بانه ان الاوان مثل ما بدت حمله محتوى هابط ان الاوان بانه يصير شغل النقابات الفنيه
بصوره عامه، والناس اللي بدات تتصدر المشهد وهي ما مستحقه هذا التصدر ما راح تصير مهند. رقابه بصوره عامه لازم تصير، ما راح تصير، لان انت هسه اتحداك تنشر لك منشور عليهم، هم هذول نفسيتهم راح يطب لك الف واحد يقول لك ايش دخلك، راح تلقى ناس تدافع عنهم اكثر من الناس اللي ضدنا. نناقش توجه جيل، هي هاي المشكله، هي هاي المشكله دخل. والمشكله انه الموضوع مو بس بالعراق، بصوره عامه بالدول العربيه كلها هذا الموضوع. ماكو هيك استسلم، مو قصه تستسلم، بس هي الاشياء السلبيه صارت تنتقل اكثر من الايجابيه. بالضبط، سرعه انتقال الاشياء السلبيه صايره بالضبط، الناس قامت تنتقل تروح لهاي الاشياء السلبيه. فانت المجتمع من هذا الطفل او هذا الجيل اللي راح يطلع، الجيل اللي استوى ذكرته، من راح يلقى ذولا قدامه ايش راح يصير؟ مثلا اديسون والله هو راح يصير مثلهم. انت بعدك صاحب نكته يعني، حتى نوبات بالحوار بالحوار الجاد تكون صاحب نكته. غادر هاي المنطقه تمام، واريد افوت في منطقه المستقبل. نوبات من تتحدد مكانك او من تتحدد كينونتك او من تتحدد مهنتك، حلو، البحث عن المستقبل يصير اصعب مو اسهل، صح. خاصه اذا كنت بهذا المجال الفني الشعري، ايش راسم لمستقبلك؟ وشنو اللي دي يوقفك من الوصول له؟ اللي دي يوقفني؟ ممكن اكو اشياء، يعني انا اذا اريد انتقل للحياه اللي انا راسمها ببالي راح احذف التليفون من حياتي بصوره عامه. اوف والله عمار، اكو مشكله خلي نناقشها. انا وين كان من يقول لك، انا قلت لك كانت مهنتك انت اصلا جزء مختلف شوية. أنا دي يطلع الشعر من هاي الحلقة تمام؟ تمام، ناجح وعبر مليون مليونين 50 مليون مشاهدة تمام، وراها ما أشوفه بعد، يعني ممكن صدفة أصلاً. هنا ذن المشاهدات اللي تحكي عليها ممكن صدفة، أما الشعر الحقيقي يبقى. يا أخي حتى الشعراء الحقيقيين ماكو مثابرة، أو مو ماكو مثابرة عفواً، شلون اوصل لك الفكره؟ مهند صارت القصيده بعد ما تطلع من مهرجان، قبل تطلع من مهرجان فتشوف الشاعر. زين شو يسوي الشاعر؟ وين توجه؟ يظل يوميه بلقاء؟ خلصت اللقاء خلص، شلون؟ هي هاي الوضعيه هيك، يعني انا اثق انه حتى بعد ماكو خلود. مرحله تمر بها، يمر بالشاعر تصدر 5 سنوات 16 وراها خلص انتهى الوضعيه. يعني انت متاكد هسه هذا الجيل وهذا الذوق العام، الذوق اللي جاي نشوفه راح يخلد شعراء؟ مستحيل، لازم يتخلدون الشعراء، ما يخلد هذا كل وقت حاضرين، هذا الذوق والله ما يخلد، يعني يبقى ينذكر على ناس معدودين هيك بس، اما رموز الموجودين اليوم بس. عمار انت ما يصير تحكي من هذا المنطلق، لانه انت لازم بطريقه او باخرى تبحث عن الخلود بقصادك. تبحث عن الخلود بس انت حسب اللي جاي تشوفه. انت شلون تبحث وتميز؟ أنا مو مأيس، أنا هذا واقعي. احنا راح نتعارك. لا ما نتعارك والله، بس هذا الواقع. اكو قصيدة يصير اطلبها من عندك ولا تقاريها؟ يا قصيدة اللي بها البيت مال الجمرة و على فراش. اي بس يعني ما حافظها كلها. اللي تحافظها من عندها. تمام، تقول جرح من الصغر شامه. جرح من الصغر شامه. لا يلتم ولا ينزف كسر جامع، الله، ومو كل ناس اللي احسبها انا عند اعزاز ثقالي، مرن المحبوس بس يحسب هنا ايامه، وانت وياي جريبة على النفس بس كل عطر ما بيك وردة بطوق خزامه، اش ما اشكي لك تردني وانا بقلبي لو خليك همش بيك تنشدني، وانا يمك طحت جمرة على طرف فراش كلها تريد تبعدني، لا تكسر نذة ودني عظم هدهد تموت ويلكسر روحي، وبعد ما ينفع تشدني نستاح الشعم من عالشجر عصفور واجفل من اشوفك جاي تفقدني، بيك الصوت انت الما معودني وما مستبعد تذبني، قمر عشت ولقيت الناس بس بعيونها تحبني، اش ما حسب لروح عزيز ارد ندمان دم ما حد يحب شوفي، ومو من غربه من عينك كثر خوفي، معلم على البواتش وكحله معروفي،
ومثل خامة جفن قلبك ما مش عايش رغبك حطب وانت بوكاحة تعاملت وياي حرقك وقعد بقربك. الله 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 ما حفظه والله قديمة وقاريها أنا وياك قاريها اي عرف صارني لي انه انا احب هاي القصيدة. ليش ريت تخلص من التليفون؟ يعني واحد يعيش حياة واقعية اكثر. انت من النوع اللي يلزم التليفون هواية؟ طبعا كلنا نلزم التليفون ومن استفاد من عده. يعني مرات اقعد انا الصبح التسعة اتريق وارجع ارجع لفراشي بقيت قلب هيك لحد ما تصير الساعة 12 الساعات ما مستفادنا اي انت هنا انا تلقائيا يعني يجيب بالك انه انا هاي ثلاث ساعات خلصتها شنو اللي شفته مفيد بهذا التصفح؟ ما راح تلقى شيء. زين على صعيد الشعر نرجع اللي جاي العمار اقول له اللي راح اقول ما اعرف انت مو طموح؟ انا مهمل والله والله مهمل. ما يهمك النجاح؟ لا مو قصة ما يهمني النجاح بس انه الشعر ما يهمني. نجاح الشعر ما يهمك؟ اي يعني اشوف شيء مو اساسي بحياتي لازم انا اخذ خطواته. شنو الاهم بحياتك من الشعر؟ راحة بالي والله العظيم والله من اجي اريد انام وانام هيك تلقائيا بخمس دقائق هاي اهم شيء عندي. مهند والقران وصلت المرحله قبل اي من اجي اريد انام انا على المخده اتقلب ساعتين او ثلاثه يعني لحد مرات هيك يصير صدى براسي يعني والله العظيم اخاف يعني فظل صرت لا ابالي بعد سلمت الموضوع. شلون كتبت الشعر انت اصلا؟ ما ادري هيك صدفة والله. يعني شلون بديت تكتشف روحك يعني؟ يعني بديت بالبداية ابو ذيات وهيك لقيت نفسي بجروب بالفيس وشي زين احكي لي هالقصة احكي لي هاي مثل ما هي. لقيت نفسي بجروب بالفيس وشي بديت اكتب ابو ذيات بالبداية زين بعدين جيت اريد اكتب قصيدة انا ما اعرف شلون تنكتب القصيدة اصلا وشلون تبدي وهذا ياوزن وهذا ياوزن كذا وضعي فظليت اسمع فقبل أنا حافظ يعني قصائد حافظ صاحب الضويري وحافظ إيهاب المالكي وحافظ العريان وحافظ قصيدة المحسن الخياط فظليت أردد بهاي القصائد الحافظها لحد ما كتبت على وزن من أوزان هاي القصائد من أوزان هاي القصائد والله كتبت أول قصيدة طلع بس بيت واحد زاحب بالوزن زين ذن موسيقي قوي ذن موسيقي فبعدها التقيت بالولد الشعراء حسن البوركي تحياتنا تحياتنا عليك فظلوا يقرون مرات واحنا قاعدين وشي جلسه بيناتنا ظلوا يقرون هنا انا تلقائيا استلمت اللي كاتبه هذا مو شعر فهذا الشعر بديت من جديد. ذكرت لي اسامي لشعراء كبار اكيد الرحمه والخلود على المتوفي منهم ويا رب ان شاء الله يحفظ اللي باقي. اذا اردت اسمع ابيات من قصيده معلقه بدماغك من ذاك الوقت استفزتك حببتك بالشعر هواي والله يعني اكثر قصيده كنت حافظها مع المرحوم صاحب الضويري شو تقول؟ تقول الماي الماي شال تراب لو مر بالتراب ولو جرى بين الصخر كلش يطيب واحنا مثل الماي صفانا العذاب ولو شرب من ماينا معلعل يطيب هاي اكثر قصيده كنت حافظها الله الله هي القصيدة هاي غريبة بجمالها. ننتقل من الماضي إلى الحاضر لعمار سالم، إيش راح أسمعنا؟ شققت الصور بس ظلت ببالي خفت لا دمعي يمحر سوم تتالي. الله. ورجعت بحسرة الصياد من صيد وسهم خالي. وأنت لقربتني عليك وثقل وجهك وست الباب من تالي. ويا رخص الثقل لو صار من تالي ولا حسبالك بكل ديرة لك شراي ترى تراب الوطن بس بالوطن غالي وانا مثل الذهب ما بور اغلى وارخص وانباع لكن ما وصلت المحد بحالي قلت لمكانك بقلبه وحلى بعينك شخص ثاني ونزف مشيول صب دمع على قمصاني الله الله ولا تهتم ورد سندان انا تعودت يتغير مكاني الله شريد اعتب على البايعن اذا شراي بتشاني الله
خذك جد مكزع الخلاني. الله شري دعتب على البايع يعني ذا شراي بتشاني. خذك جد مكزع الخلان باكر قلبك يردك وتلقاك كل حيل حضن حاجوز ما هدك وطيح عليك بجروحي دم وتراب شي فردك حزني خيالي واكبر مني من بعدك وحزنك ثوبك بقدك وعفتني الوحدة وانا سنين غير بقلبي ما خليتك لوحدك. الله وسلامتك. الله الله يخليك حبيبي. ممتع الله يخليك. بس حبيب. انت احسك مو كل امنياتك مصرح بيها. بالضبط اكو امنيات لازم لما تتحقق وتتم بصوره صحيحه يلا تصرح عنها. يعني حتى بداخل القصيده خجول بالتمني. متمني شيء وطلع مو مثل ما انت كنت رايده و... اي هواي القصيده هيك يعني بها مقطع هيك يقول مثلك ما يجيب بالي وتمنيتك اوف وتسوى عيونك دموع وترجيتك. الله المثلك ما يجيب بالي وتمنيتك. المثلك ما يجيب بالي وتمنيتك وتسوى عيونك دموع وترجيتك. ترجيتك قلت لك لا تبكين الدمع يمحيك بس ما كان وصيتك. الله رخيص ومن بكيت عليك غليتك. رخيص ومن بكيت عليك غليتك ومو بس على المواعيد الصدق ندمان حتى على الأحلام اللي بيها تانيتك. الله بعد بعيوني ما تحلى شي يرد لهفة لشوفك صعب تحي السهل كتلة. اي والله ومثل فزت الحلم قلب بعد ما تقدر ترد له. الله فهو اكو اشياء تمنيناها بعدين تطلع انه انت امنيتك. يا رب ان شاء الله كل اللي تتمناه بالقادم يتحقق. الله يخليك حبيبي. ما اعرف الوقت شلون مشى فدوى قلبك. احنا بالختام انا كلش احب شعريتك واحبك كشخص. الله يخليك حبيبي. اتمنى لك التوفيق بكل خطوه تخطيها فدوى قلبك واتمنى تقلل همالك ان شاء الله. هاي ما وعدك هذا الختام. كلمه اخيره عمار. شكرا لك وشكرا للكادر طبعا شكرا لهذه الدعوة الكريمة واتمنى كبنا خفيفين الظل على المشاهدين الكرام. اكيد الله يخليك حبيبي. اعزائنا المشاهدين هذا ختام رحلتنا وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصيدة. اكيد انتظرونا بحلقات قادمة بنفس الموعد. تصبحون على مليون خير. في امان الله.